الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الاثنين 29 الأول. بادل فور بيس، حملة بتهدف لدعم السلام بالشرق الأوسط. مهرجان النبيد بدورته العاشرة بميدان سباق الخيل وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا لليوم فهن الكاتبة والفنانة التشكيلية زينة الخليل لنضوي مع أكثر على معرضها الكارثة المقدسة شفاء لبنان ببيت بيروت، وكارمن شاهين دباني مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعلم المتخصص كلاس، لنحكي مع أكثر عن اللقاء بوزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للصعوبات التعليمية. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة بتكون مثل كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة أرصاد جوية، ومعنا على الخط الأستاذ حسان المصري يلي رح يعطينا تفاصيل عن طقس يوم الاثنين وكيف رح بكفي معنا خلال الأسبوع إذا في شتاء أو لا. أستاذ حسان صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. هلا تحت الهواء كنت عم بقول لك مبروك الشتوات، قلت لي إنه أنت مش كتير أصحاب مع الشتاء. مزبوط. يلا بعدنا على نفس الموضوع. تفضل بالتفاصيل. اوكي، نحن مثل ما حكينا عن منخفض جوي من 4 ايام وصل امبارح ومصدره شرق اوروبا، حيأثر على الحد الشرقي للمتوسط، حيضل تأثيره لبكره الظهر، بكره الثلاثاء الظهر. مثل ما شايفين طقس متقلب وماطر. اليوم حنشهد انخفاض بدرجات الحرارة، الامطار متفرقة وعم تكون غزيرة احيانا وعم تصاحبها عواصف رعدية والرياح ناشطة من وقت لآخر. هذا الشيء عم بيؤدي لارتفاع موج البحر، البحر عم بيكون مائج أحيانا وحرارة الماء عم تنزل، وصلت لدرجة حرارة الماء 26 درجة. بكرة كمان الثلاثة انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. كمان عنا تساقط أمطار صباحية متفرقة. التحسن بيبدأ من بكرة الظهر، ثلاثة الظهر ببلش ينحسر هالمنخفض الجوي، بينحسر تأثيره عن الحوض الشرقي للمتوسط. الأربعة حنرجع لارتفاع بدرجات الحرارة، الارتفاع حيبدأ بالمناطق الجبلية إجمالا. حنعطي درجات الحرارة. تفضل قبل ما نختم. أوكي. على الساحل من 17 ل 28، امبارح وصلت لل 31، بالجبل 14 ماكسيموم 19، امبارح كان الماكسيموم 25 بالجبل، بالأرز 10 15، وبالبقاع 14 26 درجة. أوكي. الرياح الماكسيموم تاعها عم يوصل لل 45 كيلومتر بالساعة، يعني رياح ناشطة إجمالا. وهيدي تفاصيل النشرة اليوم. نحن متشكرك على وقتك أستاذ حسان ونتمنى لك بداية أسبوع حلوة. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات، أنا مع أستاذ حسان كمان رح يغط على قلبي من الشتاء، بعتقد أحسن شيء قاله هو أنه رح يتحسن الوضع بعد شوي. هلأ بكل الأحوال الشتاء كمان كان موضوع أساسي ضمن الصفحات الأولى بالصحف اليوم، بالإضافة طبعا للمواضيع السياسية. ومنعمل جولة. اليوم الاثنين 29 الأول، ومنبدأ مثل العادة مع عناوين صحيفة النهار الثلاثي. بري الحريري جنبلاط، إلى أين موازنات الدولة لم تدقق منذ العام 1951؟ ديوان المحاسبة غير قادر على الرقابة الحقيقية وصناديق خارجه. نصر الله يتوعد اليد التي ستمد على البلد ستقطع. ضمن أسرار الآلهة يتنافس الطامحون إلى الترشح للانتخابات في التيار الوطني الحر في حملات إعلانية يقدمون فيها أنفسهم تحت عنوان المرشح المحتمل للمقعد. اعتبر مسؤول حزبي أن إطلاق بلدية الظل في جبيل لن يحقق شيئا سوى الاعتراض على كل سياسات زياد حواط السابقة وكشف عوراتها لحرقه قبل الانتخابات النيابية المقبلة. إثارة الوزير مروان حميدي مشكلة جدول أعمال مجلس الوزراء في بيان لم يحرك ساكنا في المجلس على رغم تكرار الشكوى من الموضوع من وزراء عدة. لوحظ أن وزير مكافحة الفساد لم يسجل حتى الآن أي مخالفة تستحق الملاحقة. وبختم النهار بقلم نيلة تويني ضمن الافتتاحية ومقالتها لليوم بعنوان توازن جديد يتطلب تموضعات جديدة. نتابع جولتنا مع عناوين الحياة. تركيا في إدلب لمنع كوباني ثانية. سوريا الديمقراطية باشرت هجوم الحسم على داعش في الرقة. استبق تصنيفه تنظيما إرهابيا، الحرس الثوري ينذر واشنطن لإبعاد قواعدها العسكرية. اقتراحات لتجزئة الحل بين بغداد وإربيل. وأيضا في الحياة مساع لحل أزمة قطر قبل القمة الخليجية.
كم يعتبر البرنامج النووي رادعا قويا ضد الإمبرياليين؟ أيضا في عناوين الحياة، مقتل 5 من القاعدة في غارة على مأرب، المنتجون يبحثون إجراءات استثنائية لإعادة التوازن إلى سوق النفط، وختاما بصحيفة الحياة، الغلاء يهدد تقاليد الزواج في الريف المصري. من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل، رسالة إيرانية إلى ترامب عبر الأثير اللبناني. بري والحرير في كليمانسو، عنوان الصورة الرئيسية اللي جمعت أيضا النائب وليد جنبلاط. إذا جنبلاط مستقبلا رئيسي مجلسي النواب والوزراء. طهران تهدد واشنطن وتستعرض قوتها في الخليج. رفض عربي وإسلامي لتقرير الأمم المتحدة حول اليمن. ترقب فلسطيني مشوب بالتفاؤل عشية حوارات القاهرة. وفاة وزير الصحة التونسي بعد مشاركته في ماراثون. وأيضا في المستقبل وبالعناوين الداخلية، السؤال البوصلة لمن الأكثرية في البرلمان القادم؟ حزب الله وطريق الهاوية في البادية، جلال طالباني ونهاية التجارب الثلاث للدولة العراقية. بالأخبار الرياضية، مونديال 2018، مصر إلى النهائيات للمرة الثالثة بعد عامي 1934 و1990. وبختم مع الصورة اللي نشرتها المستقبل بأسفل الصفحة، لصورة خلال هطول الأمطار امبارح المساء بشوارع بيروت، والصورة حملت عنوان أول الغيث. إذن هيدي الصورة ومنتابع من بعدها مع عناوين صحيفة الأنوار. لقاء بري الحريري جنبلاط يمهد لتصويت النواب بالمنادات على قانون الضرائب. قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء الهجوم الأخير في الرقة. شهيدان من الحرس الملكي السعودي باعتداء إرهابي. الهيئات والنقابات تنتظر التصويت اليوم. بقلم المحلل السياسي الرئيس سعد الحريري كسب رهان السنة الأولى. المعارضة وقوات تركية تدخل إدلب. الإفراج عن بريطاني صدم 11 شخصا بسيارته في لندن. وبالأخبار الاقتصادية، الصين عاقبت 1.34 مليون مسؤول بقضايا فساد منذ 2013. ومن الأنوار إلى اللواء، اللقاء الثلاثي دعم الحكومة واعتبار تحصين لبنان أولوية مطلقة. العقوبات الأمريكية وتصريحات نصر الله على المأدبة، والجميل يتهم السلطة بفرض 15 ضريبة على الفقراء. ضمن نقطة وسطر، الاستثمار في العقول لا في البطون. وأيضا في اللواء، استقالة القاضي ليسعيد. النظام يطوق مدينة الميادين، ومعركة الرقة توشك على النهاية. توغل تركي شمال سوريا تمهيدا لعملية ضد النصرة في إدلب. واليوم باللواء وبقلم صلاح سلام، من يراهن على الإصلاح؟ وبختم، حوري للواء، لن نقبل بالتطبيع مع النظام في سوريا. من اللواء إلى عناوين البلد، نصر الله يشيد باستقلالية عون والإجراءات الأمريكية عقاب جماعي. اليابان تتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لترميم منازل عين الحلوة. كي تبقى حياتنا وردية، إضاءة على الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي يلي انطلقت امبارح. ترامب، لن أنقل السفارة الأمريكية إلى القدس حاليا. القوات التركية تطلق عملية جديدة في إدلب. وبختم مع الأخبار الرياضية، فوزان لهومنتمن في سلة النوادي العربية للسيدات. بالصحف الأجنبية وبديلي ستار، بعنوان الرئيسي، البرلمان نحو تصويت سلس والقادة يؤكدون الاستقرار. سبهان يدعو للاتحاد لمحاربة حزب الله. وبعنوان أخير، القوات التركية تستكشف خارج محافظة إدلب. إلى لوريون لوجور، وفي عناوين البرلمان، مراجعة الضرائب لا يجب أن تشكل مشكلة. ما هي أهداف أنقرة الحقيقية تجاه إدلب؟ وبعنوان أخير، لا أعذار، العنوان الرئيسي في حملة التوعية ضد سرطان الثدي 2017. بصحيفة الشرق اليوم، السعودية لتكوين تحالف دولي ضد حزب الله ومن يعمل معه. النيابي يصحح اليوم الضرائب ويمهد لتصحيح مطبخه التشريعي. باسيل، نعم أنا عنصري لبناني. نصر الله الأمريكي أجل الحسم مع داعش. الرياض للمعارضة السورية، وحدوا الوفد، الانهيار الممنهج خارج القيد الطائفي. وبختم مع عون الكعكي ضمن رأي الشرق،
ومقالة بعنوان راجح. من الشرق إلى الشرق الأوسط، معركة إدلب تبدأ باشتباكات بين الأتراك والنصرة، تحرير الشام استبقتها بحكومة مدنية واقتراب الحسم في الرقة. ولي العهد السعودي هنأ السيسي بالإنجاز، مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما. انتقاد عربي لتقرير الأمم المتحدة حول اليمن. الجبوري بحث التهدئة مع برزاني، والنجيفي طرح مبادرة، طرح الكونفدرالية بديلا عن استقلال كردستان. الحرس الإيراني يحذر واشنطن من إدراجه في لائحة الإرهاب. سيناريو إقالة ثاتشر هاجس ماي، وتوقعات باستبدال جونسون. وبعنوان أخير بالشرق الأوسط، الفرنسية تخلط الأوراق ومصر تحذر من شراء الأصوات، ثلاثة مرشحين عرب يخوضون معركة اليونسكو اليوم. ونختم جولتنا مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية بعنوان الرئيسي: التفاهم يترجم نيابيا، ضرائب بالجملة. هبوط اضطراري في موسكو، الحرب السياسية لم تبدأ بعد. إيران تهدد واشنطن وترامب، سترون ماذا سأفعل معها. وبالأخبار الرياضية، أيسلندا على بعد 90 دقيقة من حلم المونديال. وبختم مع الصورة الرئيسية: عملية تركية وشيكة. ومع هالصورة من الجمهورية بنكون ختمنا جولتنا على عناوين الصحف. بريك وبنرجع لمتابعة أخبار صباح، خليكم معنا. جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها مع فعاليات مهرجان بيروت الدولي للسينما بدورته 17. هالمهرجان رح يستمر لغاية 12 الشهر، وعروض كتيرة فيكم تتابعوها بصورة يومية. واليوم وكل يلي ما قدر يتابع فيلم الافتتاح لكورديرا فيكم تتابعوا الفيلم بتمام الساعة 8 المساء بسينما متروبوليس سوفيل. هالفيلم هو أرجنتيني من إخراج المخرج سانتياغو متري. ¿De qué estás hablando? Los Yankees. منتابع مع معارض الفن التشكيلي والفنانة جينا نحلي، وبرعاية وزير الثقافة دكتور غطاس خوري، بتفتتح معرضها بعنوان It's a Woman's World بجاليري أزفي بالصيفي فيليج. هالمعرض يفتتح بكرة بتمام الساعة 6:30 المساء، هو رح يستمر لغاية 19 تشرين الأول. منتابع وإلى عروض المسرح وعمل مسرح جديد من كتابة رولا حميد بعنوان ولو داريت عنك حبي. هالعمل المسرحي من تمثيل رولا حميد، نوال كامل، لينا سويدي وفريد شوقي، ومن إخراج جابرييل يمين. العروض رح تنطلق ب 19 تشرين الأول وبتستمر لغاية 26 تشرين الأول بتمام الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح تياتر جميزي. من عمل المسرح منتابع إلى الانديو سيني كلوب، ومثل كل تنين منكون على موعد مع عرض أفلام. واليوم العرض رح بيكون مميز، اليوم العرض رح بيكون لفيلم ترامونتان. هالفيلم يلي جيل على مهرجانات كتيرة وحصد جوائز كتيرة، طبعا فيلم لبناني من إخراج فاتشي بولغوجيان ومن بطولة جوليا كسار، بركات جابور، جورج دياب وغيرهم. العرض اليوم رح بيكون بتمام الساعة 7 المساء، ومن بعده رح بيكون في حلقة نقاش مع مخرج العمل وفريق أعمال الفيلم. منتابع مع الميوزيكال دو بعبديت، هالمهرجان الموسيقي اللي بيرجع مره جديده ببعبديت. مواعيد كثيره بتبلش ب 27 تشرين الاول وبتستمر لغايه 30 تشرين الاول. ضمن المواعيد ونهار الافتتاح رح بيكون مع باروك ماجيك مع باراديزو ميوزيكال انسامبل من السويد. الحفله رح بتكون بتمام الساعه 7:30 المساء بكنيسه سانت انطوان دو بادو ببعبديت. نحن بنعتذر لانه ما عم بيطلع الفوتج، في عندنا مشكله تقنيه. بكل احوال نحن رح نكفي مع مواعيدنا وبنرجع كمان للعروض المسرحيه. نفس عميق او Everything is just fine هو عرض مسرحي من كتابه واعداد واداء يارا بونصار وانالينا فرولخ. العروض بتنطلق ب 26 تشرين الاول وبتستمر لغايه 29 تشرين الاول بالستيشن بيروت بتمام الساعه 8:30 المساء.
ومننتقل هلا من الستيشن بيروت الى بيت الفنان بحمانه يلي رح يستقبل امسيه موسيقيه مع عازفه البيانو ندى لطفي. الموعد رح بيكون ب 14 تشرين الاول بتمام الساعه 8 المساء والدخول مجاني بس الحجز ضروري. منتابع ودورة جديدة لمهرجان الفيلم الإيبيرو أمريكي الدورة الثمانية يلي رح تنطلق ب 16 تشرين الأول وبتستمر لغاية 22 تشرين الأول بسينما متروبوليس سوفيل. هالمهرجان بيجي برعاية السفارة الإسبانية ببيروت وإنستيتوتو سيرفانتس ببيروت. وفيلم الافتتاح رح بيكون الفيلم البرازيلي بيكينيو سيغريدو يلي رح ينعرض بتمام الساعة 8 المساء. منتابع مع مواعيدنا ومنتقل هلا الى امسيات الاوركسترا الوطنيه الفيلارمونيه طبعا يلي بتجي برعايه الكونسيرفاتوار الوطني. الامسيه لهالاسبوع رح بتكون ب 13 الشهر بتمام الساعه 8:30 المساء والاوركسترا رح بتكون بقياده المايسترو جارو افيسيون وبمشاركه عازفه البيانو ندى لطفي ورح بيكون في عزف لمقطوعات لبرامز شومان وغيرهم. لكن الموعد بتمام الساعه 8:30 المساء بكنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بمونو ب 13 الشهر. منتابع وبرعاية ليبان جاز والانستيتيو فرانسي دو ليبان بيقدم الميوزيك هول بكرة تريو جبران يلي رح بيقدموا أمسية بعنوان 10 years of life. الموعد رح بيكون بكرة بالميوزيك هول ووتر فرونت بتمام الساعة 9 المساء. على هذه الأرض، على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين سيدة استفدت لأنك ستة وثلاثين شارع عباس حيفا هو عنوان العمل المسرحي اللي عروضه ما زالت مستمرة على خشبة مسرح المدينة بالحمراء. هالعمل من كتابة وأداء رائدة طه ومن إخراج جنيد سري الدين. هالويكند المقبل هو رح بيكون الويكند الأخير. العروض رح تستمر لكن لغاية 15 تشرين الأول بتمام الساعة 8:30 المساء بمسرح المدينة. ولما راحت على الجامعة العبرية كانوا يوقفوها هيك يقولوا لها نيدال ما سنغال شو يعني اسم تبعك هذا؟ كانت بتقول لهم ستراجل طز اعرف على الحاجز مش بتزحز حيل من هون وبدهن يعتذروا غصب عنهن بدهن يعتذروا بدفن الاسرار معاي تقوت هيك امي هيك عقلها عندها هاجس أمني ميرانية منشفة بابونة جم نشف. تدعي الجامعة الأمريكية ببيروت إلى كواتيور ميوزيك ديل تامبو مع عازفة الفلوت الروسية إيرينا ستاشينسكايا. رح بتقدم أمسية بعنوان لا فلوت أنشانتي وعزف مقطوعات لموزار تشايكوفسكي وغيرهم. الموعد رح بيكون ب 11 تشرين الأول بتمام الساعة 8:30 المساء بالأسامبلي هول بالأيوبي والدعوة عامة. وختاما بذكركم انه بيروت ابتداء من 24 الثاني رح بتكون بانتظار دوره جديده من صالون الكتاب الفرانكوفوني. هالدوره رح تستمر لغايه 12 تشرين الثاني وبتكون الدوره ال 24 لهالصالون. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنيه والثقافيه. خلينا هلا نتوقف لا خلينا ننتقل عن جوال لناخذ فكره اكثر عن حركه السير بهالاثناء.
المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، معه رح ناخذ فكرة أكثر عن وضع الطرقات، إنما من دون ما نعمل جولة على الكاميرات لأسباب تقنية، وبعتقد اليوم العجقة دوب لأنه عم تشتت الدنيا. مرحبا جوزيف. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. عجقة كتير. عجقة كتير كتير اليوم. من المدخل الجنوبي كمان بلش من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، من الكولا كمان عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه الوسط. نعم. في عنا ما نذكر أكيد اليوم في تدابير سير بالوسط، في إخلاء وإقفال شارع المصاريف زيادة، يعني زيادة عن الشتاء جلسة مجلس النواب أكيد. عنا كمان الأشرفية، عنا حركة سير كثيفة اليوم من جسر البوجو من الدكوانة باتجاه الأشرفية حتى الإشارات كمان وصولا لبرج الغزال. نعم. عنا كمان حركة سير كثيفة من برج المر باتجاه شارع الحمراء. الخط البحري حركة سير ناشطة اليوم من البورش لعين المريسة. عين المريسة عم نرجع نصير حركة سير كثيفة باتجاه الروشة، والروشة كمان عم تكون حركة سير كثيفة. اوكي. عندنا المدخل الشرقي حركة سير كثيفة اليوم من علي وصولا للجمهور، من الجمهور عم تكمل كمان كثيفة باتجاه اليرزة وصولا للصياد. العالم عم تمشي على مهلها من ورا الشتاء يعني، بس كمان بس ما في برك مي مسكرة، ما في اي عوائق حتى الساعة، لا ما عندنا شيء. عندنا كمان حركة سير اليوم كثيفة من الصياد باتجاه العدلية، جسر العدلية باتجاه الأشرفية، نبلش من الصياد اليوم العجقة. نعم. عندنا كمان حركة سير كثيفة من العدلية باتجاه المتحف، متحف باتجاه البربير وصولا لكورنيش المزرعة، كمان حركة سير كثيفة. اوكي. بالنسبة للمدخل الشمالي عم تكون الحركة اليوم كثيفة من طبرجة من جونة هالقد؟ باتجاه من طبرجة مبلشة؟ ايه طبرجة جونة، عندنا نهر الكلب الدبي وصولا لأنتلياس، اكيد بتكمل معنا حركة سير كثيفة للكارنتينا. كارنتينا عم برجع نشهد حركة سير ناشطة باتجاه شهر حلو وصولا حتى الوسط التجاري. يعني هيدا أول شتوي، نفس المشهد بتكرر كل سنة بأول شتوي. العالم كلها عم تمشي على مهلها، هيدي بس ما في عنا أي عوائق على الطرقات، بس العالم كلها عم تمشي على مهلها. منيح إنه ما في برك على الطرقات، لحتى وما في الساعة بعد ما في أي برك على الطرقات. إن شاء الله ما بيصير. بولفار سندرفيل كمان عنا حركة سير كثيفة على الإشارات مرورا بالسلومة وصولا لجسر الواطئ، كمان العالم عم تمشي على مهلها. هلا إن شاء الله امبارح بالليل يكونوا عم بيمشوا على مهلهم وما تكون حركة الحوادث مرتفعة. الحوادث اللي تسجلت بال 24 ساعة الماضية تسجل 9 حوادث، للأسف عنا 5 قتلى و9 جرحى. محضر السرعة اللي صدرت عن قوى أمن الداخلية بال 24 ساعة الماضية تسجل 1181 محضر. هي وعم بتشتت، هي وعم بتشتت، ما هي عالم كلها بعد. أكيد هم نطلب من السائقين وضع حزام الأمان لسلامتهم، وأكيد السرعة المحددة على طرقات التزام فيها لأنه كرمالهم وكرمال غيرهم أكيد. طبعا. الاستفسار أكثر اتصال على 17-20 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا التويتر والفيسبوك. أوكي، شكرا لك جوزيف، يعطيك العافية. بريك جديد نرجع من بعده لأخبار صباح، خليكن. صباح الخير. ضربة على الحافر وضربة على المسمار، وبين الأرقام المالية ولعبة الانتخابات الديمقراطية، مسار توافقي بالأولى ومية عقدة بالتانية، وكل عقدة بحلة ألف حلال. الإشاعات بسوق العرض والطلب بالجملة، وإذا كانت البطاقات البيومترية لغم خطر على طريق الاستعداد للانتخابات النيابية، فبحسابات الربح والخسارة مقايدة وبيع وشراء بسوق البورصة السياسية. وعلى الطريقة اللبنانية بتنحل كل الأزمات، بالسلسلة الموازنة، الانتخابات، بواخر الكهرباء والتعيينات، وبالعربي الدارج شوي منك وشوي مني. الشعب يلي مل من المطالب الاجتماعية والبيئية بحاجة لمساحة من الفرح والحياة. يوم السبت بيروت كانت مع حدث جمع الرياضة مع الإنسانية، أكثر من 120 امرأة من 15 دولة جالوا بدرجاتهم الهوائية بشوارع العاصمة. من مجمع البيال انطلقوا ضمن حملة بادل فور بيس، هالحملة يلي بتهدف لدعم السلام بالشرق الأوسط. هالحدث نظمته شركة بيروت باي بايك، وخلينا نتابع سوا كل التفاصيل بهالتقرير. قطعنا مسافات كتير كبيرة من طرابلس لوسط لبنان للجنوب، وكانت رحلة شيقة جدا جدا. لبنان كتير حلو آمن، المناطق اللي رحنا عليها كل حدا عنده الكالتشر تبعته، فقد يعني كنت حس كل منطقة بحس حالي بدخل على دولة جديدة. Wonderful to be around so many positive and beautiful people. I love Lebanon.
120 سيدة من كافة أنحاء العالم، تحدوا الخوف والتحذيرات وأتوا إلى لبنان حاملين رسالة سلام ومغادرين بصورة جديدة عن هالبلد لرغم مشاكله بيبقى أرض خصبة للتعايش والحياة. 8 أيام واليوم الختام لحملة Paddle for Peace، هالنشاط اللي نظم من قبل شركة بيروت باي بايك واللي دعا نساء من 16 بلد أجنبي وعربي لزيارة لبنان والتجول على الدراجات الهوائية. Before we came here, that was in the media that it's not safe, it was bombing, it was attacked by Israel, but we came here and we've done cycling and it was great. We've met so many different people and just seen such beautiful scenery. Talking with them, chatting, you know, exchanging opinions on different subjects. It was like one of the best experiences I've had so far. The Lebanon is beautiful and the ride was, it was really a great thing to be a part of. على البسكليت مش سيارة مصفحة، نساء مش رجال. مسج لكل الدول اللي عاملي حظر على لبنان انه هذا لبنان، لبنان السلام، هذا لبنان سيف، اقتصاده بده مساعدة، سياحته بدها مساعدة. نشاط صار برم كل لبنان، عم بجمع، عم يعمل، عم بمد جسور بين كل الضيعة اللبنانية وبين لبنان وكل العالم. يتلم لنا لبنان ننت أمانينا من غفوة الوديان الضحوة روابينا. يتلم لنا لبنان ننت أمانينا من غفوة الوديان الضحوة روابينا. على مدى أسبوع جال النساء لبنان بكافة مناطقه على الدراجات الهوائية، حملوا الصورة الجميلة عن لبنان بطبيعته وشعبه، فكان المشوار الأخير من واجهة بيروت البحرية إلى البربور. هالنشاط أتى بالتعاون مع منظمة Follow the Woman بالشراكة مع بيروتيات ومؤسسة مخزومة لاختتم هالنشاط بزيارة لمبناها للتعرف على أهم نشاطاتها وأهدافها. صور أنت عندك 120 ست من كل بلاد العالم جاي تقول لبنان فيك تنقل فيه بكل محافظاته بكل أغضيته، فيك توري على الطريق، وبالآخر كل العالم بيحبوا ويجربوا بالآخر يعطوا الصورة الصح. والبرمي بالبسكليتات بتخليهم يشوفوا البلد أكتر، بتخليهم يوقفوا على محطات أكتر ويشوفوا الشعب أكتر. مهما تنادان وعطشنا وجعنا، مهما تنادان وعطشنا وجعنا، لبنانينا الغالي عم حبي دربينا. لازم يخافوا لانه الميديا اشي، ولما تيجي على لبنان بتشوف اشي، بتشوف التعايش، بتشوف مسلم ومسيحي، ما بتشوف الحرب اللي بيعملوها، الحرب الدينيه او الطائفيه او هيك. برمنا بلبنان على كل المناطق، كل الاحزاب، كل الاديان، حتى انا في مناطق حسيت حالي انه انا تورست ببلدي. هذا الشعور لحاله انه هن يحسوا بالامان وهن بلبنان بنعكس لبرا. I hope that later when we go home we take with us this message. نتابع حلقتنا ومع المهرجانات لننتقل إلى ميدان سباق الخيل يلي افتتح مهرجان النبيذ بدورته العاشرة. هالمهرجان يلي بتنظمه بلدية بيروت وبرعاية وزارة السياحة، وكل محبين بيد تذوقوا أفضل أنواع النبيذ اللبناني يلي عم بينافس الأسواق العالمية، والتفاصيل بهالتقرير.
هذا شيء سبيسيال. هيدا طبيعي، هم بيض ابيض، سي دو شاردوني مسميه فان بلان، في بقلبه دراء وفي بقلبه ابريكو، يعني مشمش. بتحسي حالك عن جد عن جد انه خارج الاجواء كلها، وبعدين المبيد اللبناني المرتب، يعني انا من متذوقي كثير كثير ومشجعين المبيد اللبناني وكثير بحبه. مش مجرد مشروب، ولأنه بيحكي حكاية الأرض المزروع فيها، مش بس الإنسان بيعمله بل الطبيعة كمان، بيستحق مهرجان ليوصف العلاقة العضوية بين الأرض والإنسان. المبيد اللي كان المشروب الشعبي قبل 500 سنة هو عنوان مهرجان فيني فاست، اللي بيأكد على جودة الصناعة اللبنانية لهالمشروب اللي بيت معروف بكل أنحاء العالم. هو فيني فاست صار مهرجان بيترددوا عليه كتير اللبنانية، ومهرجان تقليدي صار، وبيحبوه لأنه مثل ما حضرتك قلتي لي أنه نحن عم نمزج النبيد مع الموسيقى. هيدا ظرف حلو كتير للصناعيين اللبنانيين أنه يفرجوا أعمالهم برا، يعني خصوصا للناس مثلنا شباب بعدنا مبلشين بمشاريع جديدة مثل ساد. هيدي فرصة لنا نقدر نفرج شو عم نعمل. إذا فرصة له فرصتين لإلي، بقى شي بعقد وحلو كتير كل سنة يعملوها. الفيني فيست قربت من المستهلك وعطته جرعة يحط يدوق تروح أبعد شوي ونشوف أشياء جديدة من الدواء البيض اللبناني الحلو واللي مشهور صار عالميا. ومثل ما بقولوا صارت هوبي لنا الفيني فاست، يعني بنشوف كل التيم بنشوفه الكاستمر بنشوفهم. فستيفال كتير حلو عم يكون ناجح، كل سنة عن سنة عم يكون أزبط وأرتب. من 10 سنين بتسع خمارات بلش، واليوم 37 خمارة لبنانية وأكثر من 30 ألف زائر بيوصلوا على ميدان سبق الخيل ليستمتعوا بخلطة سحرية بين الأرض والموسيقى ومبيد. أنا كتير بشجع كل شيء إيفنت تكون شوي برات الخط العام تبع البلد والمشاكل، تفرجي عن جد الوجه الحلو من لبنان، وهيدا إيفنت الكل بيفتخر فيه. يعني As I'm French, you know, I'm really aware about wine, and really, to be honest, the Lebanese wine scene becomes something really important. Even in France, you find Lebanese wine more and more, so it's great. كتير كيوسكات وهيك، very nice. عنده صار محبين وعنده مشجعين وعنده عالم تقصده تدوق المبيد وتشوف شو في أشياء جديدة بلبنان. بتصور هو عم بيجيب المبيد عتم العالم اللبنانية، عم يتعرفوا عن بيت بصورة عامة وبغمق أكثر. العالم لازم تجي تتشوف الحياة، لأنه المبيد مش بس مشروب، هو حياة، عم تدوقي حياة، مش مشروع عم تشربيه. بس يعرفوا هيك رح يجوا منهم لوحدة. الكاتبة والفنانة التشكيلية زينة الخليل ضيفتنا لليوم. صباح الخير زينة. معك رح نضوي أكثر على المعرض اللي عم يستقبله حاليا بيت بيروت. خلينا نرجع نسترجع كمان هالتقرير اللي حضرناه عن المعرض. من خطوط التماس يلي قسمت بيروت لشطرين، من المأساة يلي غيرت وجه البلد وحولت بيروت للشرقية وغربية، من بيت بيروت المبنى الشاهد على قساوة الحرب الأهلية اللبنانية، حولت الفنانة التشكيلية زينة الخليل الألم لمساحة للإبداع وطريق للسلام.
برعاية بلدية بيروت والمركز الثقافي الإيطالي، تم افتتاح معرض زين الخليل التشكيلي بعنوان الكارثة المقدسة شفاء لبنان لتبقى بيروت عاصمة للثقافة. التفاصيل كلها عن هالمعرض ركينا رح نشوفها هلا، ومن بعده منتابع مع حديثنا معك زينة لناخد تفاصيل أكثر. Thank you. الحرب الأهلية وهربنا من الحرب الأهلية وطلعنا منطقة برمانة، كل البيوت كل المنطقة كلها كانت مضروبة، ما في ولا منطقة غير مضروبة. هيدي أظنني كانوا ساكنين ناس يهود، أظنني كانوا ناس ساكنين ناس يهود. صورة بيت بيروت القديمة بعد مترسخة بذاكرة العم عبد الكريم قرنفل. شوارع بيروت ما قبل الحرب، مبانيها، محلاتها وتراثها عايشة معه لحد اليوم. أظن إيه فايت قلبه من زمان. بتحب ترجع تفوت؟ دخلك بعده هالبلاط الأحمر موجود بقلبه. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت. بال 1961 كان العم عبد الكريم شاب بأول عمره، دخل كزائر إلى مبنى بيت بيروت. بعد هالسنين مرت الحرب، تغير شكل المكان، بس بقيت بالذاكرة صورة الماضي الحلو. كل شيء جديد هلا، وأكيد بتكون الأوض صغيرة، وبعدين السقوف عالية. هيدي بيروت القديمة، هيدا هون مدخل بعده أو حمام، سوري. شوف السيراميك تبعه القديم، عرفتي كيف؟ هيدا كسروا أنتوا إذا كنتم شاطرين. شفتيها؟ ما قلت لك أنا، شوفي فوتي على الأوضة هاي. هاي كمان سقفة عالية، ها؟ شوف ها. هيدا هو ها، شوفي هيدا عواميد الخام كلياته، عرفتي؟ شوف الصوت العالي، شوفي بتفتحي باب من هون، بتفتحي باب من هون، الهواء بيلعب، عرفت كيف؟ هيدي بيروت، هيدي البيوت القديمه، هيدي البيوت الحلوه القديمه، عرفتي كيف؟ رجعتين سنين لورا. قعدنا هون بتذكر والهواء يلعطوا، يا خيي لعبوا فينا الدول، لعب الدول بس مش أكتر ولا. الحرب الأهلية مرت أيضا على العم رستم بيضون وأحمد الحلبي، عاشوا تفاصيل المرة، واليوم باب رزقهم بجوار بيت بيروت يلي أصبح متحف، بس بالقلب بقيت النقمة على الحرب يلي سرقت منهم سنين العمر. خربتنا بيتنا، عشو ولمين وليش وكيف؟ من 73 لل 91 هدي راحت من حياتنا، كانت كذكرى، يعني ما قدرنا عطينا اللي لازم نعطيه بهالمرحلة هاي. كله بتذكروا، كله متذكروا، تراث الأولاني كله راح، ما في شيء منه. بيروت في ذاكرة، هلأ الذاكرة نحن كيف مننعشها، كيف منطورها. الماضي مضي، بس كان لو رجعوا التراث مثل ما كان أجمل. بشتغل بمحلات بلبنان وين صار في دمار، وين صار في حرب، وبشتغل هونيك on site، ما بشتغل بأتليه. ولأنه صار وقت نحكي عن الوجع، حكيت عنه بالفن. زينة الخليل فنانة تشكيلية وكاتبة، تستمد إلهامها من أماكن ضاقت وجع الحرب. بدأت ترسم من منزلها بحاصبية يلي قاوم الاحتلال، ووصلت ريشتها إلى سجن الخيام فسوق الغرب، واليوم إلى بيت بيروت. من خط التماس رسمت 20 لوحة.
الحرب ما صار في reconciliation بيناتنا. خلص الحرب ورجعنا على الحياة، بس ما أخذنا وقت نرجع ككوميونيتي. ما حدا اعتذر عن شو عمل وشو صار. وهلأ بعد 20 سنة عم نشوف إنه بعد الجرح بعده مفتوح، الناس بعد ما عملنا هيلينج. بحثت زينة عن الطاقة الإيجابية من الأماكن يلي بتحمل بالذاكرة صورة سوداوية، رسمت برميد والحبر ووجدت الإيجابية بثلاث كلمات: رحمة، غفران، ومودة. هول الكلمات أول شي بيساعدونا نحس بـ inner peace. قبل ما نغير العالم والبلد وكله بدنا نشتغل على حالنا أول شي. زينة أهلا وسهلا فيك عن جديد. قبل ما شفنا أعمالك بالتقرير شفنا ثلاث رجال، وخصوصي أول عم فيهم حكيوا عن هالنقطة المفصلية اللي هي بيت بيروت اللي كانت حاسمة بالحرب الأهلية للأسف، ونقطة تحول. قديش شفتي شيء in common أو مشترك بين حديثه وأعمالك؟ كان كتير مهم أنه أشتغل بمحل مثل بيت بيروت، لأن كل شغلي بعمله بمحلات وين صار في عنف، وين تعذبوا الناس. والفكرة انه بطريقة الفن فينا نعمل تحول للطاقة، من الطاقة السلبية للطاقة إيجابية. فكتير حسيت معه، وإن شاء الله المعرض بهالبيت كمان تغير الطاقة بهالبيت. تعرفي بس هو عم بيحكي رغم قساوة الحديث والذكريات، بس بتحسيه في حنين. ايه بنفس الوقت في حنين. ايه دايما لما we shed light، نضوي على لما نضوي على موضوع بيتغير الاحساس، الطاقه الجوانيه. طيب زين بدنا نحكي على رمزيه هالمكان بيت بيروت. هو كان معروف سابقا ببنايه بركات، صار متحف ذاكره بيروت. مزبوط. وذاكره بيروت يعني فيها المر وفيها الحلو. مزبوط. بس قديش عن جد لقيتي انت نطرتي فتره بدك محل مناسب تعرضي، ما كان بدك تعرضي بجاليري. مزبوط. كان بدك محل بيحمل رمزيه كبيره. قديش فعلا هاللوحات حسيتي لقيت حالة ببيت بيروت؟ مثل ما قلت بشتغل بمحلات مثل بيت بيروت، وحسيت لما الزوار بيجوا على المعرض كمان لازم يحسوا بالمحلات وين اشتغلت. لازم يقابلوا الفكرة انه فينا نغير الطاقة، فينا نبرم الأفكار القديمة اللي سلبية، فينا نشتغل على مستقبل غير مستقبل اللي نحن بدنا اياه. ما رسمتي باتوليه كمان، يعني مش بس عرضتي بمكان رمزي، اشتغلتي هاللوحات كمان باماكن رمزيه مثل سوق الغرب وسجن الخيام، اخر شيء وصلوا على بيت بيروت. قديش كنت كمان انت عم بتنبشي على حاله نفسيه معينه او مكان خاص تقدري تشتغلي؟ هلا بدي يمكن بلش من الاول. كل هالشغل بلش لان نحن بيتنا بحسبية اخذوه الجيش الاسرائيلي واستعملوه كسجن. ولما نزلت شفت بيتي لاول مره بحياتي بسنه 2000 صار مثل شوك، تروما، صدمه. بس واخذتني 13 سنه كفنانه لبلش اشتغل على هالموضوع. طلعتي من الصدمة؟ يس. من ورا المعرض ولا نطرت تطلع الرسم؟ من ورا الرسم، من طريقة الفن
وهي الفكرة اللي بدي أعطي الناس. هي كان ثيرابي. مزبوط مزبوط. فالشغل اللي عملته بكل كل هول محلات مثل سوق الغرب مثل سجن خيام كله كان ثيرابي لنجرب نغير ونفكر هلأ عن طريقة اللي جاية. أي. طيب عرضتي ببيت بيروت فشيت خلقك؟ عن جد يعني عملت تراجي او طريق كانت مش عادية. مش عادية يعني ما رسمتي باتوليه، رسمتي بمطارح متعددة مثل ما ذكرنا، ما عرضتي بجاليري، عرضتي كمان بمكان. شو عندك ساتسفاكشن صار؟ اكيد، بس الساتسفاكشن مش المعرض، الساتسفاكشن الناس اللي جايين على المعرض والحديث اللي عم بيصير بالمحل. عم نحكي هلا يعني في المعرض بس كمان في الاندر الهدف انه نعمل مثل بلاتفورم محل اي وين فينا نجتمع ونحكي عن قصة الغفران، عن قصة الرحمة المحبة المودة. فهول الحوار اللي عم بيصير هونيك هي اللي عامل لي شفاء لإلي، الهيلينج تبعي. وعم شوف والناس كمان يعني بعتقد الناس يلي رح بيزوروا المعرض اغلبيتهم عاشوا الحرب ويمكن بيعرفوا تفاصيل بناية بركات من هالميلة ومن هالميلة. شو بتحس ردة فعلهم كانت؟ very good very positive. يعني الكل اللي عم بيجوا دغري بيفوتوا اول شيء بيحسوا بهالبيت، بخوف شوي هالبيت بعده فيه هيك انرجي اي، بس بعدين بيفوتوا بيشوفوا الشغل. اول شيء لما بيفوتوا على الصالة الكبيرة بيشوفوا كلمة غفران وهون ببلش البكي. والله في ناس بكيت كثير، بس انه لان حسوا انه فاينلي في حدا عم بيفتح هالحديث. يو نو، والفكرة الغفران it's internal و external. ال forgiveness نحن بدنا نعمل forgiveness لحالنا وكمان في نسامح غيرنا كمان. سامح غيرنا. اوكي. زينو، في فن تشكيلي، في حتى لوحات عم نشوف فيها الخط العربي، في صور، في تجهيزات. يعني حتى ما التزمت بنمط واحد تتوصلي رسالتك. بيشتغل بكتير materials حسب الفكرة شو. مع ال هو بسميهم healing ceremonies. فلما نبلش بلش أول شيء بروح على مكان بشوف شو الوضع هنيك، وبعدين بلش الشفاء. يعني ما بتبلش بالفكرة بترجع بتخديها تتنفذيها بمطرح، لا بلش مع المكان، والمكان باخد الأفكار من هنيك، الستوريز بيجوا من المحل. بعدين بلش بغني هول كلمات مودة غفران رحمة سلام، والفكرة شو إنه our thoughts shape our realities، من الأفكار منترجم الحقيقة. exactly. وفينا نغير الطاقة، منبلش الطاقة الجوانية بعدين من برا كمان. بعد هول كلمات بغنيهم بعمل مثل fire صغير بحرق إشياء من المحل هيك رمزية سيمبوليك للطاقة اللي عم بيغير من السلبية للإيجابية. بعدين باخد هول الرماد وبعمل حبر، ومن هالحبر بشتغل بعمل اللوحات. يعني فعليا مش بس بالأفكار بتغيري من السلبي للإيجابي، فعليا كمان كل شيء بتغيري الأشياء من السلبي بتحوليها لإيجابي من خلال هاللوحة أو هالتجهيز أو شو ما كان. زين هيك ما عم نشوف ألوان زينة؟ يا الأسود هو الطاغي على كل الأسود اللي جاي من الرماد، من الرماد اللي جاي من الأرض. فالحبر جاي من الأرض، وما كان بدي غير هالشغل. يعني كل شيء اللي رح تشوفون بالمعرض جاي من المحل وين عملت الشفاء السيرموني. خلينا نقول انه هيدا اول معرض لك بلبنان، كنت تعرض بالخارج، بس هيدا المعرض معقول يطلع برات لبنان؟ اكيد اكيد. في هيدا المشروع. أي. وهلا نيكست شو رح يكون؟ هلا المعرض رح يطلع، بشتغل كتير بإيطاليا، فأكيد هونيك رح يكون أول محل. وين كمان بمحل فيه ذاكرة من الحرب، كمان إيطاليا مرقت بحرب أهلية من سنين. يعني رح تختاري كمان محل بذكر. وهون رح بتضلي بلبنان، رح تستقر بلبنان. أكيد أنا عايشة هون بس بشتغل أكتر شي برا. بس عايشي هون، وصحيح انه العربي مكسر شوي، عربي بجنن. مهم رجعتي وهيدا
هيدا بعتقد بكفي. زينب بدنا نقول لك ميرسي لانك جيتي ضيفه معنا. مبروك اول معرض لك بلبنان. بدي اذكر كمان انه مستمر ل 27 صح؟ مزبوط. 27 شهر ببيت وعندنا ورك شوبس وورش عمل كله عن فكره الشفاء، الشفاء جواني. واذا بتروح على الويب سايت zainalkhaleel.com/healinglebanon بتشوفوا سكيدجولز للورش العمل كل يوم بيوم. كل يوم. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. شكرا. نحن رح نروح على بريك وبنرجع من بعده لاخبار صباح. خليكم معنا. كريم بيسعى دايما ليكون تلميذ شاطر، لكن عنده مشكلة سببها الفرط الحركي والنقص بالتركيز ADHD. اضطراب بيأثر على الانتباه والذاكرة والتحفيز والاندفاع. المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس بيقدم متابعة شخصية لكل حالة لتطوير حياة كل طفل قصده للمساعدة. class.org. وبإطار هيدي الحملة رح نستقبل كارمن شاهين دباني. أهلا وسهلا فيك كارمن. حضرتك مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس يلي عم بيقوم بهالحملة، وثلاثة رح بيكون في نشاط جديد. بس قبل، شو يعني ADHD؟ إفراط الحركة. هو أسهل واحد بيبين يعني بهالصعوبات، لأنه عادة الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية مختصة الديس اللي منسميهم الديس، ما في شيء بيفرق بينهم وبين الأولاد اللي ما عندهم صعوبات. ومن هون الصعوبة أنه نحن نقدر نساعدهم وننتبه من إنها الأولاد. الإفراط الحركي هو اللي بيحرك أكثر واحد عنده ما بيهدى بالصف، بيزعج، بيكحشوا من الصف وبعدين بيكحشوا من المدرسة، وبيكونوا بعد لهلأ ما عرفوا أنه عنده الإفراط بالحركة. خلينا نقول أنه هالحملة عم تجي بإطار اليوم العالمي للصعوبات التعليمية عند الأولاد، وبكرة في نشاط بعشر الشهر. مزبوط. نحن بكرة في رمزية للتاريخ لأنه الديس. لأنه الديس صرنا ثلاث سنين عم نحتفل بالديس ديس تنخصص اهتمام خاص لهالولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية وهاللي مش عم نقدر تفرق بينهم وبين الولاد اللي ما عندهم أبدا صعوبة. طيب شو أول السينيال يلي بيقولوا أنه هيدا عنده ADHD؟ هو ADHD واحد من المشاكل بتعالجوه. هن في صعوبة القراءة، ديسلكسي، صعوبة الحساب، ديسكالكولي. بس ركزتي على الولاد يلي ما بيهدوا بالصف. في كتير ولاد ما بيهدوا بالصف وما عندهم هالمشكلة صح؟ ولا مبلا؟ أنا ما ركزت بس على ADHD لأنه مرقت أول وحدة عن ADHD. بس أنتوا كمان ديسلكسي وكتير مشاكل بالنطق، الأولاد ما بيعرفوا يحكوا. أكيد يعني مشاكل كتير بكلاس أنتوا بتعالجوها. ADHD من بيناتهم واحدة منهم. عرفتي كيف؟ نحن ما ركزنا بس على ADHD. بس أنا بدي أعرف إذا بس بدي ركز على الحركة المفرطة بالصف، كيف الحركة المفرطة بالصف؟ كل الاولاد هن وصغار هذا اللي عم بقوله محركين. هلا بس الحركه المفرطه تمنع الولد يتعلم، ساعتها بتكون ببلش نشوف بلش مشكله، بتكون ببلش نشوف شو في مشكله. أوكي. وعاده بيكون فيها صعوبه مع بيكون برفقه صعوبه التركيز. اذا في صعوبه تركيز وفي افراط حركه هيدي بتكون حقيقة مشكلة للولد. أوكي. كارمن، شو هي العلاجات اللي انتم بتقدموها للأطفال وشو هي أبرز المشاكل اللي أصلا عم بتعالجوها بالمركز؟ الديس أهم شيء، يعني بعتقد أكثر شيء المعروفة هي الديسلكسي، صعوبة القراءة. في عندك الديسفازي، صعوبة النطق. في الديسبراكسي، صعوبة الحركة. في الديس أورتوغرافي، صعوبة الكتابة. في الإفراط النشاط. نحن بنعالج كل هالصعوبات مع فريق متخصص. عندنا فريق بتألف من ثلاث اختصاصات. في اختصاصية النطق الأورتوفوني، اختصاصية الحركة بسيكوموتريسيتي، والعلم النفس لبسيكولوجي. يعني بقى هالفريق مجتمعين، ثلاثتهم بيشوفوا الولد كل واحدة لوحدة، لأنه بالمركز تبعولنا العلاج بيكون فردي، يعني واحد ما لأنه كل يمكن ولد عنده حالة معينة، كل واحد عنده حالة مختلفة. بقى حسب شو الاختصاص اللي عايزينه بنشوف الولد، وبعدين مرة بالأسبوع بيجتمع الفريق وبناقشوا وضعه بيشوفوا كيف. إذا هيك بيكفي مرة مرتين، إذا بدنا ثلاث مرات
بيتفقوا مع بعض. لحظة، مرة أو مرتين بالجمعة قصديك؟ إيه، لأنه هو بيجي بعد المدرسة. أوكي. الفرق بين صفوف الدعم هاللي يمكن بعدين نحكي عنهم والمراكز كلاس، إنه المراكز بالمركز بيجوا بعد الصف. أوكي. بيساعدون. قديش بتم العلاج نهائياً بالحالات؟ وقديش في حالات لا تعالج بشكل نهائي؟ هيدا سؤال ما حدا بيقدر يجاوبك عليه، لأنه حسب الولد. يعني في ولاد بدهم كم شهر، في ولاد بدهم سنة، في ولاد بدهم 4 سنين. حسب قديش تم الكشف المبكر للحالة؟ أكيد بيأثر، أكيد بيأثر، هيدا بيأثر كتير. نحن بناخد الولد من 3 سنين ل 12 سنة تنقدر نضل نرافقه للمراهقة إذا لازم الأمر. طيب كارمن، قديش كمان إن كان الأورتوفونيست الموتريسان أو البسيكولوج كمان بنسقوا مع الأساتذة هالطفل بالمدرسة يمكن ياخذوا تفاصيل أكثر عن حالته؟ كتير مهم، لأنه نحن متعامل كتير مع المدارس، لأنه أوقات كتير مدارس بيبعثوا لنا الأولاد. هني بيكتشفوا، هني بيكتشفوا بالصف. يعني إذا ولد عم ياخد 10/10 بالماتيماتيك وعم ياخد 0 بالدكتي، رح يقولوا طيب في مشكلة. في مشكلة، بس لازم المعلمة كمان تكون واعية، ما تحط له لقب إنك أنت كسلان ولا أنت حمار ولا أنت ما بتعرف تشتغل. إذا المعلمة واعية، وهلأ بعتقد إنه صار ما بقى في منهم ما بقى في هول الحمار والكسلان، يعني بدل شيء أنا بقول لك، بس أحسن بكتير من قبل. طيب الوعي قديش موجود كمان عند الأهل؟ لكن الأهل هو دايما صعب على الأهل يقبل إنه ابنه ولا بنته عنده صعوبة. يعني أوقات كتير نحن الأهل اللي بنحب إنه ما نشوف، لأنه دايما عبالنا إنه ولادنا يكونوا أشطر شيء وكاملين. هيك صورة حلوة عن أولادنا، صورة حلوة مكون. بس بعتقد أحلى صورة فينا ناخدها عن أولادنا، بس نشوف شو طاقتهم وشو فيهم يعطوا أحسن شيء منهن وكيف فيهم يكونوا قدراتهم هن. يعني كيف قدراتهم هن. شو هي صفوف الدعم كارمن؟ صفوف الدعم مشروع بلشناه مع وزارة التربية بال 2013، هو صف بنفتحه بالمدرسة، هيدا بالمدرسة يعني بوقت الدرس بالمدارس الرسمية. نحن تعاقدنا مع الوزارة نفتح له 200 صف، لليوم فتحنا 104 صفوف دعم بكل لبنان بعدة مناطق، يعني ما في فرق بين منطقة ومنطقة. خلال المادة اللي المعلمة بتنتبه انه عنده صعوبة، مثلا خصوصا هني وصغار، مثلا حسبي بالكتابة ولا بالفرنسي، بس تلاقي انه مش عم يطبع غير مثل غير اولاد، بتتصل بمدرسة صف الدعم. نحن بنكون دربنا مدرسة صف، معلمة مدرسة صف الدعم، بتجي المعلمة بتراقب شوي هالولاد وبياخدوه بساعة الفرنسي مثلا، بياخدوه على صف الدعم، وين هون بيكون في ليل كتير الولاد، بيكونوا اوقات ولدين 3-4 مش اكتر من 5 يعني ولاد نفس الوقت، وهيك فيها المعلمة تعلمه بطريقة مختلفة وبياخد وقته اكتر. اوكي. طيب كارمن، قديش فصل هالولد عن صفه ممكن يأثر سلبا عليه؟ ايه هيدا سؤال كتير مهم، لانه نحن الاتفاق بيصير بين المعلمتين انه ما يصير ولا مادة جديدة تتعلم بس هو يكون بصف الدعم. وفي مدارس في شيء كتير مهضوم، يعني انه قد ما صف هالدعم عم بيكون حلو، ما نحن بنجهزه بيكون حلو نضيف الوان حلوه الزملاء حلو، صاروا الاولاد انه ليه هو بيروح وانا ما بدي اروح، ليه كمان هو انا بدي اروح انا صفي عادي شو ملون. هيك تعملوا اكيليبر، نعمل اكيليبر. ايه وبعتقد انه التوعيه بالمدرسه عم نعمل نحن توعيه كمان للاولاد بالمدرسه، بس الشغل يكون مزبوط مثل ما نحن بنحب ومثل ما الوزاره بتحب، عم بيكون كثير في تعاون وكثير في تجاوب ريزلتا نتيجة. عم جد بساعدك كارمن. شو رح يصير بكره بوزارة التربية قبل ما نختم؟ إيه بكره تنحتفل بالديس ديس ديس 10/10 امبارح لقيناها، رح يكون في تمثيلية انتجها كارلوس شاهين خيبي، سلم عليه. ايه 4 صعوبات، كل مشهد 4 دقائق كتير قصير، بيفرجي الولد بساعة بالمدرسة، ساعة بالصف، بالبيت ولا بالمطبخ ولا مع أصحابه، وبيحكي عن مرة عن إفراط النشاط، مرة عن صعوبة النطق، مرة عن صعوبة الكتابة، صعوبة الحركة، صعوبة الحركة وصعوبة النطق. وبيفرجي بشكل رهيب وبشكل قصير
شو هي هالصعوبة؟ هيدا واحد رح يكون بكرة رح يكون في التمثيلية، بعدين رح يكون في عرض لمشروع جديد كلاس رح يدخله هالسنة بالمدارس الرسمية، هو الرقص، لأنه الجسد الرقص كتير مهم. هيدا بيساعد بعتقد أكتر شيء صعوبة الحركة، كتير بيساعد صعوبة الحركة، وبيساعدهم للتركيز وبيساعد الذاكرة والثقة بالنفس. والثقة بالنفس بقى جبت أنا من نيويورك ناشونال دانس انستيتيوت من نيويورك، هن بلشوا هالبروجرام بنيويورك من 40 سنة واليوم بيشتغلوا مع 6000 ولد بنيويورك، دربوا بشهر آب دربوا مدربين لبنانيين، وإن شاء الله منبلش البروجرام هلأ هالسنة، وبكرة رح يكون في عرض يبين إنه شو قدروا اشتغلوا مع الأولاد اللي عملوا تدريب معهم بالصيف بس أسبوع يعني 7 ساعات فقط، شو رح يقدروا يفرجونا النتيجه اللي طلعت من وراها. خلينا نقول انه كمان سفيره كلاسي الممثله الفرنسيه ناتالي باي قديش هي داعمه هالقضيه، وهي دائما بتزور لبنان وبتكون معكم كمان حاضره بكل النشاطات. مزبوط، انا تعرفت عليها من بنيويورك، كان في مهرجان سينمائي تعرفت عليها وبعشا كنت قاعده حدها عم نحكي، عم تقول لي، قلت لها قلت شو بتعملي، قلت لها خبرتها انه هلا أكثر شغل تبعي صار بالجمعية، عم فسر لها شوي، قال أنا ديسلكسيك. هي ديسلكسيك بقى. صرنا نحكي مرتين بس تعرفت عليها منيح، قلت لها طيب بتقبلي تجي على لبنان وتحكي لأنه بتحكي بصحوبتها بطريقة بتجنن، يعني بتخليك تحسي إنه ما في عيب، لأنه أوقات كثير الواحد بتصير هي مرتاحة مع حالها. مرتاحة مع حالها، إجت على لبنان هذيك السنة وصارت هي سفيرتنا، وخبرتنا شغلة هالسنة، خبرتني انه بس اجت على لبنان والتقيت بفريق كلاس اكتشفت انه منا ديسلكسيك قد منا ديسكالكوليك. منيح يعني من بعد كل هالوقت، يعني بعد هالوقت ساعدناها تتعرف على شيء، استفدت منكم بشيء. بكل الاحوال كارمن نحن بدنا نشكر حضورك معنا. كارمن شاهين دباني مؤسسه ورئيسه المركز اللبناني للتعليم المختص، وهون انا بدي اوجه عن جد قبل ما نختم بس هيك لفت كثير متواضع على الاهل انه الولد اذا كان عنده وحده من هالصعوبات الاربعه اللي سميتيها ممكن يكون مبدع، هذا الشيء مش عيب ابدا، ممكن يكون من الاوائل بالمدرسه ويوصل لاعلى الاختصاصات. هو الوعي شوي هيك لازم يكون ملحق الولد بأول صعوبة عن جد تيكون طاير بالاختصاص يلي بنقيه بعدين. يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك معنا. مرسي لكم. أهلا وسهلا فيك كارمن. نحن رح نختم مع تقريرنا الرياضي، وكمان بدنا نقول مبروك لمنتخب مصر يلي تأهل للمونديال 2018 بكرة القدم. بنشوفكم بكرة. ايه بكرة حلقة جديدة على 7:30، لاقونا. باي. أكد البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس أنه سبب فوزه نهار الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى فورمولا 1 هو الدقة، وعزز هاملتون صدارته للبطولة بفارق 59 نقطة عن الألماني سيباستيان فيتال سائق فيراري الوصيف. وبعد انتهاء السباق أكد هاملتون اللي انطلق من المركز الأول للمرة 71 في مسيرته أنه لم يتخيل بأنه سيخوض المراحل الأربعة الأخيرة من بطولة العالم بهذا الهامش الواسع من فارق النقاط، لاعتباره أنه فيتال كان خصم قوي على مدار العام. وعلى الرغم من ذلك بدأ سائق فيراري يواجه مشكلات خلال المراحل الأخيرة، وهو انسحب الأحد في اللفة الخامسة بسبب فقدان قوة محركه. وأبرز متصدر بطولة العالم برصيد 306 نقاط أنه الفريق قام بعمل مدهش، وأشار بطل العالم 3